مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في ثنايا الخبر. نناقش في حلقتنا لهذا اليوم إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن تصعيد العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة وموقف تركيا من عدم انسحاب وحدات حماية الشعب التابعة لقسد في أو من المنطقة وتهديدها المتواصل. أعلنت إذن القيادة المركزية الأمريكية أن نحو 500 جندي أمريكي ما زالوا في شرق سوريا بهدف التصدي للعمليات التي تقوم بها أو يقوم بها تنظيم الدولة والتي من المتوقع أن تتصاعد في الأيام القادمة. نتابع التقرير التالي ونعود للنقاش. بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن سحب قواتها من سوريا وعقب مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، تكشف القيادة المركزية الأمريكية عن وجود 500 جندي أمريكي شرق سوريا لمواجهة تنظيم الدولة متوقعة تصاعد العمليات ضد التنظيم في الفترة المقبلة. الجنرال الأمريكي كينيث ماكنزي أوضح أن تتمركز شرقي نهر الفرات وإلى الشرق من دير الزور حتى الحسكة، مؤكدا نية بلاده البقاء والعمل مع شركائها وحدات حماية الشعب التابعة لقسد. الوجود والانسحاب الأمريكي من سوريا مر بمراحل عدة. في 2018 أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب سحب قواتها المكونة من 2000 جندي بعد هزيمة تنظيم الدولة، لكن وفي تغير طارئ أعلنت إبقاءها 200 جندي كقوة حفظ للسلام كما وصفتها، ليعود ترامب ويؤكد في تشرين الأول الماضي سحب العسكريين من شمال شرق سوريا بالتزامن مع العملية العسكرية التركية، لكنها لم تكن النهاية لأنه كشف لاحقا عن بقاء عدد من القوات الأمريكية لحماية المناطق النفطية. تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية تحدث أن تنظيم الدولة استغل التوغل التركي والخفض اللاحق للقوات الأمريكية لإعادة بناء قدراته في سوريا، لكن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري نفى صدور هذا التقرير عن البنتاغون، مؤكدا أنه تقرير مستقل يعكس رأي كاتبيه. اللصوصية دولة على الساحة العالمية، هكذا وصفت وزارة الدفاع الروسية خطط الولايات المتحدة بالإبقاء على وجودها العسكري شرقي سوريا، متهمة إياها بالبقاء بدافع حماية مهربي النفط وليس من مخاوف أمنية حقيقية. لو بدأت معك ضيفنا هنا في الاستوديو أستاذ مضر، يعني إلى متى ستواصل واشنطن اتخاذ مواقف متضاربة شرق الفرات أو حيال البقاء في سوريا تحديدا؟ مساء الخير. الرحمة للشهداء، الشفاء للجرحى، الحرية للمعتقلين والأسرى والمغيبين. بصراحة أمريكا يعني هي نفسها محتارة ماذا تفعل في سوريا. مرة تنسحب، مرة تتراجع، مرة تزيد قواتها، مرة تسحب جزء منها، مرة تقوم بتفكيك بعض القواعد العسكرية والنقاط العسكرية، مرة أخرى تعيدها. حتى الآن هي يعني في حالة من التضارب، في حالة من عدم التوازن. بصراحة الوجود الأمريكي حاليا هو من أجل شرعنة وبقاء قسد أو البيدية، وكذلك هي من شرعنة وجود روسيا، وأستطيع أن أقول بأنها الداعم الأول لروسيا اليوم، وخاصة فيما تقوم به روسيا من عملية تدمير من تدمير الحجر وحرق الشجر وقتل البشر وتهجير السكان. ولذلك الوجود الأمريكي هو لخدمة أعداء الثورة السورية، لخدمة النظام السوري، لخدمة حتى الميليشيات العراقية والإيرانية والحرس الثوري الإيراني. اليوم أمريكا تستطيع أن تمنع الحرس الثوري الإيراني والميليشيات العراقية من دخول سوريا من خلال إغلاق البوابات وإغلاق الحدود مع العراق، ولكنها لم تفعل نهائيا، بل هناك أسلحة وهناك معدات وهناك عناصر مرتزقة كل يوم تدخل بالمئات، وهناك عشرات السيارات التي تدخل وهي تحمل المساعدات العسكرية إلى الميليشيات العراقية والإيرانية وإلى النظام السوري. إضافة إلى ذلك، وجودها في المنطقة هو حماية لداعش. حماية لداعش نفسها. حماية لداعش نفسها. طيب سوف نتحدث أيضا بهذه النقطة بالأستاذ بسام العيسمي، يعني كيف تؤثر هذه المواقف على ملف شرق الفرات برأيك؟ مساء الخير لكم سيدي وإلى ضيفك الكريم. حياكم الله.
سيدي، أرى ما يجري في سوريا كلها وفي شرق الفرات، شمالي وشرق الفرات، هو مكاثرة إرادات دولية. أنا قد أختلف مع ضيفك قليلا إن أمريكا ليست محتارة أبدا، قد يكون الرئيس الأمريكي يأخذ أحيانا بعض القرارات المتسرعة، لكن هناك إدارة أمريكية تحسب بدقة ما تريد، تريد أن تستنزف كل الأطراف الموجودة في سوريا، المتصارعة في سوريا، وبالتالي حينما تنهك جميعا هي التي ترسم بقلمها حدود التقسيمات أو المصالح أو كيفية إنهاء الحالي السوري كيف كما سيكون تريد. يعني ملف شرق الفرات بعد هذا الإعلان الأمريكي برأيك؟ الإعلان الأمريكي سيدي، لقد قلت في حلقة سابقة حينما كان الكلام عن سحب القوات الأمريكية، قلنا أن القوات الأمريكية أو الدخول الأمريكي، التأثير الأمريكي، الأمريكية دولة أقوى دولة في المنطقة، ليس في المنطقة، في العالم، يعني دولة كأمريكا حتى لو لم تكن موجودة عسكريا هي موجودة، لا يمكن إلا أن تكون موجودة في سوريا، وخاصة أن الحالة السورية هي ليست فقط محصورة في سوريا، جرى تهديم للحدود الجغرافية للصراع، وأصبحت الحالة السورية هي حالة صراع شرق أوسطي إذا صح التعبير. جميل. فلذلك أمريكا موجودة حتى لو سحبت قواتها، أمريكا لا يمكن أن تنسحب من المنطقة وتترك المنطقة لتصارع بعض القوى التي تحاول أن تنهش من الكعكة السورية. ف أمريكا لها مصالحها وسوف تدافع عن مصالحها ولن تنسحب من المنطقة. جميل. أستاذ صلاح قراطة ضيفنا من إسبانيا، منذ مدة شهر يعني أو أقل ربما، ظهر على وكالة سبوتنيك الروسية مقطع مصور يظهر عبور رتل أمريكي من أمام حاجز لقوات النظام باتجاه القامشلي. هذا المقطع بماذا يشي برأيك وكيف تعلق عليه حضرتك؟ تحياتي لحضرتكم والأخوة الكرام حياك الله. والمشاهدين الأعزاء. حياك مولانا، أمريكا مع روسيا متفاهمة، وأنا كنت قد قلت سابقا وأؤكد عليه الآن أن هناك تفاهم في يوم من الأيام سمي تفاهم لافروف كيري، ظلت مضامينه في طي الكتمان. أنا أؤكد أن ما يحدث حتى هذه اللحظة في سوريا، سيما أنه صحيح وأتفق مع السادة الأفاضل الذين تحدثوا إلى حد بعيد في نقاط منها، أنها أقل من حرب عالمية لكنها بالمطلق أكثر من حرب إقليمية، وبالتالي لن تكون أمريكا إلا الفاعل الأساس والمايسترو الذي يضبط إيقاع ما يحدث في سوريا. ما أريد أعود إلى تساؤل حضرتك لأقول أن روسيا وأمريكا متفاهمتان، وأعتقد أن بلقاء هلسنكي الذي حدث بين الرئيس الأمريكي والروسي منذ أكثر من عامين أو بينهما تقريبا، يؤكد دوما أن هناك نوع من التفاهم. القوات الأمريكية عندما تعبر أمام القوات السورية أو القوات الروسية فهي مغطاة وهناك اتفاق، ولا أستطيع أن أكابر بالمحسوس، يعني لن يكون القوات السورية إمكانية عسكرية، وهذا منطق عقلاني، أن تصطدم مع القوات الأمريكية، وإن كان لها هذا لابد من رؤية أو موافقة من الجانب الروسي، ولا أعتقد أن الروسي في مكان يفكر للحظة أن يخرج عن الإرادة الأمريكية، سيما أن الروسي حتى هذه اللحظة وكل الأرقام تؤكد أنه طيب. لم يكن بسوريا ومعه الإيراني ما دام إلا بتفاهم أجو أمريكي. تمام. بما أنه كل ما يجري في سوريا هو مخطط أمريكيا ومتفاهم عليه بين الأطراف كافة اللاعبة على الساحة السورية، لماذا برأيك هذا التضارب بالتصريحات أو المواقف الأمريكية؟ مرة تريد أن تنسحب، مرة تقول لا بطلنا ننسحب، مرة تترك قتال تنظيم الدولة لتركيا، مرة تقول نحن سوف نقاتل تنظيم الدولة. أحييك عزيزي. دعني أقول أن داعش كما قصد اثنان يمكن توصيفهما بالعبارة العامية مسمار جحا، أمريكا تريد لهاتين القوتين الموجودتين واللتين أنشئتا أصلا برغبة أمريكية غربية بامتياز، لأن يكون مبرر وذريعة أن تتدخل منها
من خلالها أمريكا والتحالف الدولي، وأنتم تعلمون أن هناك دول في الشرق الفرات غير أمريكية، بل هناك قوات فرنسية وسواها من قوات دولية تعمل في إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش. ولطالما سمعنا من إدارة الأمريكية ومن أركانها سواء كانوا سياسيين أو عسكريين أو أمن قومي أن تنظيم داعش قد انتهى، يعود بعد قليل يقول لا زال موجودا ولا بد من التحرك في إطار القضاء عليه. إذن مسمار جحا هم من دقوه في الباب وهم الأدرى بكيفية اقتلاعه، لكنهم لن يقتلعوه. لكن لا أتفق مع الأخ ضيفك في الاستوديو بقدر ما أتفق مع الأخ الكريم في الطرف الآخر عندما قال أمريكا ليست مرتبكة. أنا أؤكد أن كنه الإدارة الحالية الأمريكية رغم قناعتي أن هناك دولة عميقة في أمريكا تحكم الإدارة ومن خلالها تحكم حسن. العالم هي من يشرف على كل شيء، لكن كاريزما الإدارة الحالية الواضحة من خلال ترامب الذي يقود العالم ويربكه أحيانا عبر تغريدة على حسابي الشخصي في تويتر، كنه الإدارة الحالية أن تجعل الطرف الآخر المستهدف في مكان لا يعرف ما هي الخطوة التالية. جميل، سوف نذهب إلى فاصل ونعود بعدها لنقاش حضرتك وضيوفنا أيضا. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل، ما قدرة روسيا على إجبار قسد على التراجع عن الحدود التركية؟ ابقوا معنا. من بين اليأس والتهجير والحرب والدمار يضيء هذه الظلمات بصيص أمل يرسمه أشخاص حاولوا تجسيد أحلامهم على أرض الواقع. سواعد تنسج لنا في كل أسبوع حكاية نجاح تبث فينا أمل سوريا المستقبل. سواعد أمل تشاهدونه على قناة حلب اليوم. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج ثنايا الخبر. نناقش في حلقتنا لهذا اليوم إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن تصعيد العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة وموقف تركيا من عدم انسحاب وحدات حماية الشعب التابعة للقسد من المنطقة وتهديداتها المتواصلة. طالب وزير الدفاع التركي خلوص أكار روسيا بالضغط على نظام الأسد لوقف ضرباته الجوية والبرية على الشمال السوري، مشككا في إعلان الدفاع الروسي انسحاب كامل عناصر قسد من المنطقة الآمنة. نتابع معا التقرير التالي ثم نعود للنقاش. في الوقت الذي تستمر به الدوريات المشتركة بين روسيا وأنقرة شرق الفرات، شكك وزير الدفاع التركي خلوص أكار بانسحاب وحدات حماية الشعب التابعة لقسد من المنطقة الآمنة، لكنه تفاءل بالتغلب على التحديات شرق الفرات
من خلال التنسيق مع الروس. نواجه بعض التحديات هناك أثناء تنفيذ هذه الدوريات، ولكن من خلال التنسيق والتواصل مع الروس فإننا نتغلب على هذه التحديات، وأعتقد أن الدوريات ستنجح بشكل أكبر خلال الأيام القادمة رغم بعض التصريحات الشفوية والمكتوبة السابقة من الروس بأن الإرهابيين قد أخلوا تماما هذه المناطق. نعتقد أن بعضهم ما زال موجودا هناك، ولكن كما قلت بتنسيقنا مع الروس سنتغلب على هذه التحديات. سبق اللقاء تسيير الدورية البرية العاشرة بين أنقرة وموسكو شرق الفرات، دورية جرت على مسار بعمق 9 كيلومترات وامتداد 38 كيلومترا، شاركت فيها 4 مركبات برية من كل جانب بالإضافة إلى طائرات مسيرة. قبل انطلاق الدورية العاشرة كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد رأى في الدوريات التركية الروسية المشتركة في الشمال السوري تأكيدا على سريان اتفاق سوتشي المبرم بين الطرفين حيال الأوضاع في تلك المناطق، لكنه اعتبر تأخر تطبيق بنود اتفاق سوتشي في بعض المناطق بشمال سوريا أمرا طبيعيا. الاتفاق جاء بعد انتهاء مهلة تعليق عملية نبع السلام العسكرية شرق الفرات والتي أطلقتها تركيا في 9 من الشهر الماضي. ليبقى السؤال، هل ستنسحب وحدات حماية الشعب التابعة لقسد من المنطقة وفق اتفاق سوتشي، أم أن أنقرة ستكون مضطرة لاستئناف عملياتها العسكرية؟ معنا هنا في الاستوديو أستاذ مضر حمد الأسعد المتحدث الرسمي باسم مجلس القبائل والعشائر السورية. مرحبا بكم أستاذ مضر، حياكم الله. وأيضا معنا الأستاذ بسام العيسمي المحامي والسياسي السوري المعارض من فيينا، إضافة للأستاذ صلاح قيراطة الكاتب والمحلل السياسي ضيفنا من مدريد. لو عدت إلى حضرتك ضيفي هنا في استوديو أستاذ مضر، برأيك من أكبر الرابحين من الاتفاق الذي أو الاتفاق الأمريكي التركي وبعده الاتفاق التركي الروسي حيال شرق الفرات؟ يعني بصراحة الرابح هم أهالي منطقة تل أبيض ورأس العين الذين تخلصوا من ميليشيا البيدية، والكثير منهم عادوا إلى مناطقهم وإلى مزارعهم. حاليا هناك عمليات تنظيف للمنطقة رغم أن هناك بعض التفجيرات التي تقوم بها خلايا البيدية في هو هذا الأمر كنت أريد أن أشير إليه، يعني رغم الاتفاق الذي حصل لكن قسد تقوم باستهداف المدنيين وتفجيرات، يعني لو كانت تركيا مستمرة في عملياتها العسكرية ألم يكن الأمر أفضل ربما لأهالي المنطقة؟ أولا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، أولا قسد أو البيدية، نحن عندما ندقق في قيادات البيدية هذه القيادات تربت وولدت في جبال قنديل حيث تعلمت الفنون الاغتيال الإرهاب بعيدا عن الإنسانية نهائيا. هؤلاء لا يملكون شيء اسمه إنسانية، وتم إرسالهم إلى سوريا من أجل تدمير الثورة السورية، من أجل قتل العرب الأكراد التركمان السريان الآشوريين. قاموا بتهجير أغلب أهالي منطقة الجزيرة والفرات وخاصة محافظة الحسكة، قاموا باغتيال الكثير من القيادات السياسية الكردية وعلى رأسها مشعل التمو، جوان قطنة، محمود جانتي، أبو آلي، هنا الصحفي والإعلامي فيصل فايز إبراهيم باشا، والعشرات من القيادات الكردية والثورية السورية. نعم، ولكن تركيا يعني إلى الآن لم يعني تتمكن ربما من خلال هذين الاتفاقين أو لم تنسحب الوحدات، يعني لنتحدث هكذا، ألا يبدو أن تركيا لم تتمكن بالفعل من تحقيق ما تصبو إليه شرق الفرات؟ لا، تركيا قادرة أن تحقق أي شيء تريده في منطقة شرق الفرات، ولكن تركيا ملتزمة ممكن نوعا ما في بعض الاتفاقيات في بعض الهدن، ولكن بشكل عام أستطيع أن أقول بأن تركيا ستعمل على تنفيذ المنطقة الآمنة بشكل كامل. نعم حاليا البداية كانت في رأس العين وتل أبيض، وأنا أتوقع بأن العملية أو الخطوة الثانية ستصل إلى الحدود العراقية التركية، أي إلى معبر سيمالكا، إلى مدينة اليعربية على الحدود العراقية، وهي تسعى إلى تنفيذ المنطقة الآمنة على أن تضم الرقة ودير الزور وكامل محافظة الحسكة. وهذا الأمر أنا أتوقع بأن هناك اتفاق بينهم وبين الأمريكان حول ذلك، و
أستطيع أن أقول بأن أمريكا لا تريد أن تخسر تركيا بقدر ما تريد أن تستغني عن العصابات الإرهابية المتمثلة بالبيدة أو غيرها، ولذلك تركيا مصممة تصميم كبير جدا على تنفيذ المنطقة الآمنة. جميل. أستاذ صلاح ضيفنا من إسبانيا، بالعودة إلى حضرتك، السؤال ربما ما هي قدرة روسيا على إجبار أو إلزام قسد بالاتفاقية وبالتراجع عن الحدود السورية التركية؟ أنا أرى أن قوات قصد كما أسلفت كما هي داعش تماما، لكن قصد أوجه التحديد هي القوات البرية الأمريكية التي يأتيها أمر القتال الأمريكي، وبالتالي لا سيطرة ولا سلطة يمكن لها أن تلجم أو تضبط حركة قصد إلا أمريكا تحديدا والقوات الأمريكية الموجودة، علما أن أمريكا نفسها كانت قد دفعت بما يعادل فرقة ميكانيكية خلال 10-15 الماضيات إلى المنطقة في مسعى لأن تكون حاضرة تكتيكيا كما لو كان هناك تصعيد ما، ولا أعتقد أن أي من الفرقاء سواء كان التركي أو الروسي. طيب، ما دام الأمر كذلك، لماذا سمحت واشنطن لروسيا أن تضع موطئ قدم لها على حساب قصد برأيك شرق الفرات؟ ربما على مبدأ من له طباخ لماذا يحرق أصابعه. أحيانا ترى أمريكا أنها تعافوا أن تقوم ببعض المهام الصغيرة وتلقي أو تعطي الأمر لأحد أذرعها، وروسيا على جلالة قدرها لا تعد أن تكون ذراعا، وأنا على يقين أن مسار أستانا برمته لم يكن ليرى النور كخطوة روسية حركت المنطقة أو دعنا نقول ضبطت حركة المنطقة لجهة تصفيه كل من قيل عنهم إرهابيون، وبالمطلق ليس كل من قتلوا إرهابيين، لم يكن هذا المسار ليكون موجودا لولا موافقة أمريكية. أمريكا هي من أعطى الضوء الأخضر وروسيا هي من استثمر، ولم نلحظ حتى هذه اللحظة مما قيل عنه مسار أستانا إلا مناطق خفض التصعيد الأربعة التي أعطت أيضا ضوءا أخضر فاقع للتحالف العسكري الثلاثي الروسي والإيراني والسوري لأن يتفرد بكل جبهة على حدة ويقضي على من رفع السلاح ويفسح المجال للتسويات وقبلها المصالحات. وعليه ما يحدث حتى هذه اللحظة لم ولن يخرج كما أراه عن الإرادة الأمريكية. طيب، بالعودة إليك، قصد لن يمون عليها إلى الأمريكان، والروس ليس لهم أن يمونوا عليها. ما يحدث حاليا ليس إلا من خطوات تكتيكية لا ترتقي أبدا لأن تكون فعل استراتيجي. جميل. أستاذ السام، بالعودة إلى حضرتك قبل أن نذهب إلى فاصل، ما هي أوراق القوة التي تمتلكها روسيا برأيك على قصد لإجبارها على التراجع؟ شكرا لك. أريد أن أعود لما قاله ضيفك الأخ الكريم صالح قيراطة عندما قال مسمار جحا هو الأكراد قسد أو داعش. الحقيقة مسمار جحا هو بالأساس من غرس هذا المسمار هو النظام الذي غرس هذا المسمار هو النظام الذي رفض الاستجابة إلى صوت السوريين بتخفيف القبضة الأمنية عن أعناقهم، وطلبوا أن يكونوا أحراراً مثل كل أحرار العالم، مثل كل شعوب العالم. هذا النظام الذي وجه كل قوته لسحق السوريين ولسحق إرادتهم بطلب الحرية، واستدعى كل مجرمي الأرض ليشاركوه إجرامه في سحق الثورة السورية وإرادة السوريين. هذا هو الأساس، هذا هو مسمار جحا، هذا هو الذي جعل من سوريا أن من هدم الحدود الوطنية للصراع وجعل سوريا مساحة لصراع الآخرين عليها ولكن بالدم السوري. هو الذي أدخل سوريا إلى فوهة البركان، فوهة بركان الدم والدمار. هو النظام أولا وآخرا. لو استجاب لصرخات السوريين لطلبهم بالحرية ما كان دخل حدا، لا كان في داعش ولا كان في حدا، لكان السوريين هم الأقدر على أن ينتقلوا إلى نظام أكثر إنسانية وأكثر عدالة من هذا النظام، أو لو قام ببعض الإصلاحات التي لم يطلب إسقاط النظام السوريين من الأول، وإنما كانوا يطالبون ببعض الإصلاحات، ولكن هذا النظام حتى هذه الإصلاحات لم يقدمها. وأما نرجع إلى ما يجبر روسيا، سيدي أنا أتفق معه أيضا حينما قال أنه
ليس هناك توافق تام بين، إذا كان في توافق تام بين الروس والأمريكيين، فيعني كيف يمكن أن يكون صراع المصالح؟ لكل دولة تختلف مصالحها عن الأخرى، قد يكون هناك تقاطعات بالمصالح وهذا صحيح، وفي هناك خلافات، وهي الخلافات هي التي تجري المكسرات حولها، ولكن بالنهاية لا يمكن أن تكون أي تسوية إلا بين الروس. إذا لن يتفق الروس والأمريكيين لن يكون هناك تسوية ما، لكن هناك سوف نتابع أيضا للقوى. نعم سوف نتابع، لكن بعد فصل آخر. مشاهدينا الكرام، بعد الفصل، هل تجنبت قصد الأسوأ من خلال الاتفاقيات بين واشنطن وروسيا من جهة وتركيا من جهة أخرى؟ ابقوا معنا. في برنامجنا التربية الذكية راح نحكي عن مهارات والدية متقدمة في التعامل مع مشاكل أطفالنا المزمنة، ولأن التشخيص نصف العلاج لابد من التعرف على الأسباب الكامنة وراء كل هذه المشاكل التي يسببها لنا أبناؤنا. وما دامت التربية الذكية مطلعة على تفاصيل مشكلاتنا اليومية، لأنها تتجاوز أسوار التربية العالية وتنزل إلى تفاصيل بيوتنا لتعيش معنا حياتنا اليومية وتقدم لنا حلول منطقية واقعية، أليست هي التربية الذكية؟ وبالمسك نختم مع نصائح معجزة نورانية من أطياف التربية الإسلامية. تابعوا معنا برنامج التربية الذكية على قناة حلب اليوم في الأوقات التالية. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج ثنايا الخبر. نناقش في حلقتنا لهذا اليوم إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن تصعيد العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة وموقف تركيا من عدم انسحاب وحدات حماية الشعب التابعة لقسد من المنطقة وتهديداتها المتواصلة. قبل ذلك نذهب وإياكم لمتابعة أبرز وآخر التطورات لهذا اليوم. مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين جراء قصف جوي روسي استهدف منازل المدنيين في بلدة معرة النعسان بريف إدلب الشمالي، وفق ما أعلن عنه الدفاع المدني السوري. قوات النظام تسيطر على قرية المشيرفة شرق مدينة إدلب بعد اشتباكات مع الجبهة الوطنية للتحرير وهيئة تحرير الشام عقب غارات جوية مكثفة على القرية. الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية يقول إنه من المتوقع أن يستأنف نحو 500 جندي أمريكي في شرق سوريا العمليات ضد تنظيم الدولة في الأيام والأسابيع المقبلة. المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون يقول إن اللجنة الدستورية السورية ستستأنف اجتماعاتها في 25 من شهر تشرين الثاني وبدعم من مجلس الأمن الدولي.
مراسل قناة حلب اليوم يفيد بزيادة أسعار المواد الغذائية في أسواق مدينة اللاذقية الخاضعة لسيطرة النظام بشكل ملحوظ، وذلك عقب إصدار النظام قرارا برفع رواتب الموظفين. وأخيرا، تظاهر الآلاف في فرنسا للمطالبة بوقف العنف القائم على التمييز على أساس الجنس والعنف الجنسي وجرائم قتل النساء التي يثير عددها المتزايد موجة تنديد عارمة غير مسبوقة في البلاد. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في ثنايا الخبر. نتحدث عن إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن تصعيد العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة وموقف تركيا من عدم انسحاب وحدات حماية الشعب التابعة لقسد من المنطقة وتهديداتها المتواصلة. مشاهدينا الكرام، قناة حلب اليوم أجرت استطلاعا للرأي على قناتها في تلجرام، وكان نص السؤال: هل تعتقد أن روسيا ستتمكن من تنفيذ التزاماتها بشأن تركيا في إبعاد قسد عن الحدود التركية وتطبيق بنود اتفاق سوتشي؟ وكانت الإجابات على النحو التالي، وكما نشاهد على الشاشة، 17% من المستطلعات أراؤهم أجابوا بنعم، فيما أجاب 83% من المستطلعات أراؤهم بلا. معنا هنا في الاستوديو أستاذ مضر حمادة الأسعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس القبائل والعشائر السورية، حياك الله أستاذ مضر. وأيضا معنا الأستاذ بسام العيسمي المحامي والسياسي السوري المعارض من فيينا، وأيضا الأستاذ صلاح قراطة الكاتب والمحلل السياسي ضيفنا من مدريد. أعود إليك أستاذ بسام ضيفنا من فيينا، هل تعتقد أن قسد تمكنت من تجنب الأسوأ من خلال الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع واشنطن ومع موسكو؟ سيدي، أرى أن قسد وما يسمى الجيش الوطني لا خيار ولا قرار لهم إلا بالمساحة التي قد تتوفر لهم نتيجة لهذا الصراع في الشمال السوري. يعني أنا أرى أن مثل ما الأمريكان خذلوا قسد، والآن تركيا تتجه لخذلان ما يسمى الجيش الوطني أو الميليشيات التابعة لتركيا والتي دخلت معها المعركة ضد قسد. فأرى أن الاتفاق، أنا قرأت الاتفاق ويوحي هذا الاتفاق من يقرأه في العمق، أن التركيز على اتفاق أضنى وحق تركيا في اتفاق أضنى، واتفاق أضنى يقول لدخولها 5 كيلومترات، هذا الاتفاق المذل الذي عقده حافظ الأسد الذي اشترى كرسيه بالتفريط بالسيادة السورية. لا نريد أن نناقش هل اتفاقية أضنى، لكن هذا هكذا يقولون. أما انسحاب وجود السوري، وجود قسد أو وجود السوريون على الحدود التركية السورية خارج المناطق التي حددت، فهذه المسألة هي بين روسيا وبين أمريكا، وتركيا أيضا ليست مطلقة، ليست كلية القدرة في أن تفرض على الروس أبدا. هي المسألة خاضعة لما يراه الروس مع المفاوضات مع الأمريكان، وما يراه الأمريكان في أن تكون قسد موجود في تلك المنطقة، لأن الأمريكان لا زالوا إلى حتى الآن يعتمدون، ولو خذلوهم لكن لا زالوا يعتمدون على قسد إلى هذه اللحظة. طيب، دعنا نرى، طبعا هذا رأي حضرتك، ودعنا نرى رأي الأستاذ مضر حماد الأسعد بما تفضلت به. ما رأيك أستاذ مضر؟ أولا عزيزي الكريم، عندما نتطرق إلى هذا الموضوع نجد بأن هناك تعاون بين أمريكا والنظام السوري وإيران وروسيا وداعش والبيدة من أجل محاربة الثورة السورية ومن أجل محاربة الشعب السوري، وكل هؤلاء هم الذين ساهموا في وأد الثورة السورية، محاولة وأد الثورة السورية وفي تقوية النظام بشكل عام. بالنسبة لي الجيش الوطني هو ابن الشعب السوري، هو ابن الثورة السورية، الجيش الوطني هو الجيش الحر
هم من طلاب الجامعات، من العمال، من طلاب الثانويات، من العناصر أو أبناء الجيش السوري الذين انشقوا عن جيش النظام وجاءوا إلى الجيش الوطني أو الجيش الحر. بصراحة حاليا أستطيع أن أقول بأن هناك لعبة، هي لعبة من أجل حرب استنزاف بين الجيش الوطني وتركيا مع البيدي أو مع النظام السوري، لأن نحن نعرف والجميع يعرف على أن الروس والنظام السوري وإيران هم في مطار القامشلي الذي يبعد حوالي 5 كيلومتر عن القاعدة العسكرية الأمريكية الموجودة في هيمو. هاي نقطة. والنقطة الثانية، الجميع شاهد الدوريات الأمريكية تعبر وتمر من الطرق التي يتواجد فيها النظام السوري، هاي كمان يعني تدل على أن هناك تفاهم بين أمريكا والنظام السوري. والتفاهم الأكبر هو الذي يحدث حاليا في منطقة الشامية. داعش موجودة في 3 نقاط في منطقة الشامية، موجودة في منطقة فيضة ابن موينع وهي التي تبعد حوالي 50 كيلومتر عن البوكمال وعن مناطق القواعد والنقاط العسكرية الأمريكية، وتبعد حوالي 20 إلى 25 كيلومتر عن المناطق التي تتواجد فيها الميليشيات الإيرانية وكذلك النقاط العسكرية الروسية والنظام السوري. النقطة الثانية التي تتواجد فيها داعش هي منطقة التشولة والتي هي جنوب مدينة دير الزور بحوالي 35 كيلومتر، وأي يعني أنه داعش موجودة على مسافة 35 كيلومتر من إيران ومن روسيا ومن القوات التابعة للنظام السوري. وداعش موجودة في مثلث تدمر السخنة حمص، أي على مسافة 120 كيلومتر. مناطق سيطرة النظام، نتحدث الشامية يعني جنوب غرب نهر الفرات. جنوب غرب نهر الفرات. هؤلاء الكل يعني يلعبون لعبة على الشعب السوري. الهدف هو إبقاء ما يجري في سوريا في حالة من الحرب، في حالة من الفوضى، في حالة من التوتر، وكل ذلك من أجل بقاء نظام الأسد على كرسي الرئاسة. حقيقة أمريكا هي التي تدير هذه الأزمة وهي لا تريد إنهاء ما يجري في سوريا. طيب. ولكن عندها هي هدفين، الهدف الأول البقاء على النظام السوري وتدمير سوريا، والهدف الثاني هو عدم وصول الثورة السورية إلى مبتغاها وعدم وصول الشعب السوري إلى ما يريده من حريته وكرامته. جميل. أستاذ صلاح، يعني وفق كل هذه الأوراق المبعثرة الآن وخطوط متشابكة وما إلى هنالك، ما هي رؤيتك للسيناريو الذي ينتظره السوريون في شرق الفرات؟ مولانا، الأزمة السورية منذ انطلقت للأسف الشديد قلنا أنها من الأزمات المستعصية، وهنا أؤكد أن هناك إرادة أمريكية غربية في آن معا، ورأس حربتها إسرائيل في المنطقة لأن تبقى سوريا في حالة صراع تجاوز النزاع بعشرات المرات لأن يقتل السوريون بعضهم بعضا، وهذه إرادة إسرائيلية بامتياز. دعني أؤكد هنا ولن أغرد خارج السرب إن قلت أن إسرائيل لا تخشى نظاما عربيا على الإطلاق من محيط الأمة إلى خليجها، إنما تخشى الجماهير، لكن القضية بامتياز هي كيف دق الإسفين بين مكونات الشعب السوري التي قلنا ونقول ونحن آسفون حتما معارضة وموالاة، في حين في سوريا يمكن أن تكون المعارضة أو الموالاة للنظام، لكن لا يجوز أبدا أن تكون على البلد. هناك مجموعة مفاهيم وضعت بعناية فائقة وعزفت على العواطف والغرائز في آن معا، وهي مثلا النظام بين قوسين، وأنا لست متحدثا باسمه ولا مدافعا عنه، فبارك الله بمن يدافعون عنه حتما، لكن دعني أقول النظام قال منذ اللحظات الأولى أنه يتعرض لإرهاب، بينما معارضوه قالوا أن النظام مارس حل أمني. نفس الوقت المعارضين قالوا جيش الأسد أو جيش النظام، بينما النظام يتمسك بكلمة الجيش العربي السوري أو تعريف ما جاء عليه في القوانين السورية. يعني مجموعة النظام أو الحكومة السورية أيضا، مجموعة نقاط مستعصية متضاربة
تعمل من خلال القوى التي أرادت شرا في سوريا وبأهل سوريا وشعب سوريا بكل مكوناته، لا تعتقد أن مكون سوري مهما كان يمكن أن يخون وطنه. لكن ما حدث أن النظام للأسف الشديد أقولها وأنا مسؤول عن قولي، كان في مكان لا يحسد عليه لجهة التعاطي مع الأحداث، فقد تصرف وكأنه لم يميز بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري. الشخص الطبيعي يحافظ على حياته بكل الطرائق الممكنة، لكن الاعتباري له حسابات، له معطيات، عنده أوراق، عنده كم طيب من المعلومات يرتكز عليها ليتحرك من خلالها. طيب. بينما لاحظنا حتى هذه اللحظة، وأنا عن قولي مسؤول، أن النظام تعامل كشخص طبيعي يريد أن يحافظ على نفسه، معتقدا أن نفسه تنطبق تماما على الوطن، وهذا لا أعتقد أن النظام يعني الأسد عاقل. الأسد أو نحرق البلد، الشعر الذي أطلقه بشار الأسد. طيب، على كل سوف نذهب إلى فاصل أخير ونعود بعدها لمتابعة حديثنا بعد الفاصل. ما مصير منطقة عين عيسى وما أهميتها للأطراف الفاعلة؟ ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج ثنايا الخبر، نناقش في حلقتنا لهذا اليوم إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن تصعيد العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة وموقف تركيا من عدم انسحاب وحدات حماية الشعب التابعة للقسد من المنطقة وتهديداتها المتواصلة. تقدم الجيش الوطني السوري في محيط منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي بعد اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من نظام الأسد. المزيد في سياق التقرير التالي. تستمر عملية نبع السلام التي ينفذها الجيش الوطني السوري بدعم من الجيش التركي ضد قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا. هذه المرة تدور المعارك في محيط عين عيسى بريف الرقة الشمالي، المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية لوقوعها على طريق M4 الذي يربط الشرق بالغرب بمحاذاة الحدود السورية التركية. الناطق باسم الجيش الوطني رائد يوسف حمود قال في تصريح صحفي إن الأعمال القتالية بين قواته وقسد مستمرة على محوري تلتمر بريف الحسكة ومحاور عين عيسى شمال الرقة، وذلك ضمن المعارك المستمرة لإبعاد وحدات حماية الشعب التابعة للقسد عن الحدود التركية. موقع عنب بلدي نقل عن حمود أيضا أن الجيش الوطني السوري تقدم ليسيطر على مواقع انطلاق ما وصفها بالقوات المعادية التي كانت تنفذ تسللات باتجاه مناطق سيطرة الجيش الوطني، وتم خلال الهجوم السيطرة على موقعين للقسد في محيط عين عيسى وفق قوله. الجيش الوطني السوري مدعوما بالمدفعية والطيران التركي سيطر على عدة مناطق منها قرية صيدة، ما أثار خلافات بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام
ليعود جنود الأسد إلى داخل اللواء 93 تاركين مواقعهم حسب موقع نداء سوريا. الموقع أضاف أن قسد تكبدت خسائر بشرية ومادية خلال المواجهات الدائرة في المنطقة، الأمر الذي دعاها لاستقدام المزيد من التعزيزات. التعزيزات القادمة من الحسكة قد تضعف قوات سوريا الديمقراطية لتكون المنطقة محط أنظار قوات النظام المدعومة من روسيا وأيضا الجيش الوطني السوري. معنا هنا في الاستوديو الأستاذ مطهر حماد الأسعد المتحدث الرسمي باسم مجلس القبائل والعشائر السورية، وأيضا الأستاذ بسام العيسمي المحامي والسياسي السوري المعارض من فيينا وأيضا من إسبانيا تحديدا مدريد. معنا الأستاذ صلاح غراطة الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم ضيوفي جميعا. أعود إليك أستاذ بسام، ما أهمية منطقة عين عيسى التي تشهد هذه المواجهات اليوم؟ سيدي، قبل أن أجيب على هذا السؤال بس أريد أن أعود لما قاله ضيفك، يعني هي للأمانة حتى ما نخلط الحابل بالنابل وضيع المسؤولية. أي ضيف منهم، أستاذ صلاح قراطة أم ضيفنا هنا في الاستديو أستاذ مضار؟ الأستاذ صلاح قراطة لمح بمسؤولية النظام ومسؤولية الكل، يعني والثورة السورية، وكأنه حينما قامت الثورة السورية لن تعرف أو يعني لم يكن واضحا ما تريد. يا سيدي، الثورة السورية هي من أنقى وأطهر الثورات في العالم. 6 أشهر نزلت في بعض المد السوري 500,000 متظاهر، ما انكسر بلور محل، لن يعتدى على أي منشأة، لن تحرق سيارة، لن يتم تسجيل أي اعتداء على أي بنية تحتية في سوريا، رغم كل يعني كثافة الناس اللي نزلت على المظاهرات. ورغم هذا من اليوم الأول بدأ تصيد الناس، يعني بدأ النظام يوجه فوهات بندقيته إلى حناجر إلى صدور المنتفضين وإلى حناجر الثائرين. فهي المسألة، فلذلك الثورة السورية قامت، ولكن ليست مسؤوليتنا من قام بالثورة. الثورة هي حالة انفجار، هذا الانفجار مثل البركان. فهذه الاندفاع القوي، أحيانا انطلاق الثورات أحيانا تكون معمرة وأحيانا تكون مدمرة. معمرة حينما نحن نكون لدينا القدرة كيف استغلالها وتوجيهها. الحقيقة المعارضة السورية ومن تسلم المناصب في مؤسسات المعارضة لن يكونوا بقدر المسؤولية لأن ينتجوا خطابا جامعا وفضاء وطنيا موحدا للسوريين. الثورة خرجت من ساحاتها، الثورة بدلت شعاراتها صحيح، لكن تبقى الثورة السورية هي الأم لكل الثورات الربيع العربي، وفيما إذا تعافت هذه الأم سوف ينتشر الربيع في كل صحرائنا القاحلة. طيب، نعود لعين عيسى، ما أهميتها؟ نعم، للأمانة يعني الثورة السورية جرى، يعني الثورة السورية لأنه كانت طاهرة، لأنه كانت نقية، فهذا النقاء أرعبهم جميعا، أرعب كل المنطقة وكل الجوار. ليس هذا تحتاج لحلقة أخرى. نعم، لكن عين عيسى أكيد مهمة جدا لموقعها الاستراتيجي. أنا بتصوري أنها لا يمكن أن تبقى بيد قسد أو مسيطرة عليها قسد، قد تكون بإدارة مشتركة بين الروس والأتراك، ولكن بتوافق أمريكي. جميل جميل. أستاذ مضر ضيفي هنا في الاستوديو، هل نتوقع تقدما عسكريا باتجاه هذه المنطقة؟ نعم، رغم أن روسيا وأمريكا يريدون من منطقة عين عيسى بأن تكون حرب استنزاف ضد الجيش الوطني وضد تركيا. الجيش الوطني يريد طرد ميليشيا البيدة من هذه المنطقة، وكذلك تركيا تريد طرد ميليشيا البيدة إلى ما بعد عين عيسى من أجل تنظيف المنطقة بشكل كامل، وصولا إلى الرقة، وصولا إلى تلتمر، وصولا إلى الطريق بين الحسكة أو تلتمر وحلب. لذلك منطقة عين عيسى هناك نوع من الحرب،
وكأنها حرب عالمية على مدينة عين عيسى أو على منطقة عين عيسى. هذه المنطقة صغيرة جدا ولكنها ذات أهمية كبيرة جدا، وأنا أتوقع بأن الجيش الوطني المدعوم من قبل الجيش التركي سيدخلون إلى هذه المنطقة وطرد ميليشيا البيدية منها بشكل كامل. نعم أستاذ صلاح قراطة، النظام يعني لطالما يتحدث عن واقف ما يصفه بالعدوان على الشمال السوري، لماذا لا يتحرك النظام بشكل حقيقي ويرينا يعني كيف يدافع عن وحدة وتراب سوريا؟ نعم، لكن قبل أن أجيب حضرتك على تساؤلك دعني أؤكد على مجموعة مفاهيم يجب أن لا تضيع أو لا يتم تشويها. لسنا في لحظة من اللحظات من الأقوال التركية أننا أمام البحث عن منطقة آمنة، بل نحن أمام بحث عن منطقة أمنية وهي ذات أبعاد أمن قومي تركي لا علاقة للسوريين فيها إلا أن يكونوا منفذين أو مأمورين صاغرين، وحتى ما سمي جيشا وطنيا للأسف الشديد ينفذ أمر قتال تركي ولا يستطيع أن يتحرك بضعة أمتار خارج إرادة. طيب أليس هنالك من يرى أن هذا الأمر تقاطع للمصالح؟ ما رأيك أستاذ مضر ولكن بعجالة؟ نعم هناك تقاطع مصالح بيننا وبين تركيا، والمنطقة الآمنة هي منطقة ذات إرادة سورية، الشعب السوري هو الذي يريد المنطقة الآمنة من أجل عودة اللاجئين والنازحين إلى هذه المناطق ومن أجل تخليص الشعب السوري من ميليشيا البيدة وعصابات النظام السوري التي كانت تريد الدخول إلى هذه المناطق، وإن شاء الله سيتم اتساع وتكبير المنطقة الآمنة وصولا إلى الحدود العراقية. أعود إليك أستاذ صلاح، يعني أعتذر لمقاطعة حضرتك، تفضل وبقي يعني لدينا دقيقة. لماذا لا يتحرك النظام؟ يعني هو دائما يتحدث. نعم سيدي، الله في علاه للجميع وليس لفريق دون سواه، هذه قضية منتهية، فالله موجود في كل زمان ومكان وهو لكل الناس. أما ما تفضل به الأخ ومصلحة سورية فليقنعني ومن خلفه أردوغان وكل الطغيان العالمي ما هي مصلحة ابن الزبداني أو الغوطة الشرقية أو حمص أو حماة إن عاد إلى بضعة كيلومترات من منطقة صحراوية قاحلة في الشمال السوري. لو كنت رجلا، لا أقصد الأخ في الاستوديو، أردوغان أو من يسير في فلكه، لو كانوا رجالا يحملون لحوش وشوارب لكانوا قد فرضوا عبر أستانة أن يعود اللاجئون إلى ديارهم. طيب هذا رأي حضرتك، ولكن يعني من أجبر ابن الزبداني وابن حمص وابن حما وابن حلب على أن يجلس شرق الفرات ويذهب إلى تركيا ويذهب إلى ألمانيا وإلى إسبانيا؟ حضرتك أخي الكريم نحن نريد عودة أبناء رأس العين، أبناء تلتمر إلى مناطقهم إلى مزارعهم. حاليا نصف أهالي سكان رأس العين يتواجدون في تركيا أو في جرابلس أو في المناطق المحررة، ونصف سكان تل أبيض كذلك يتواجدون خارج تل أبيض، وحاليا مع طرد عصابات البيدية منها سيعودون إلى تل أبيض وإلى رأس العين وإلى تلتمر وإلى سلوك وإلى الدرباسية وإلى كافة المناطق التي شكرا. خرجت منها البيدية. انتهى الوقت تماما، أشكركم جميعا، أشكرك جزيل الشكر أستاذ صلاح قراطة الكاتب والمحلل السياسي ضيفنا من مدريد، أشكرك أستاذ مضر حماد الأسعد ضيفي هنا في استوديو المتحدث الرسمي باسم مجلس القبائل والعشائر السورية، وأشكر أيضا ضيفي الأستاذ بسام العيسمي المحامي والسياسي السوري المعارض ضيفنا من فيينا. الشكر الأكبر موصول لكم مشاهدينا الكرام، شكرا لكم ولطيب متابعتكم، دمتم بخير وإلى اللقاء.